تقدم جمعية البركة جوج ختان أطفال بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف. اليوم أجي نوريكم بعض الأجواء هذا العمل الخيري كبداية المسيرة ديال الجمعية ديالنا ديال البركة جوج. الحمد لله العمل داز في واحد الجو اللي هو رائع بزاف. كنشكر جميع الناس اللي وقفوا معنا وساعدونا، سواء ماديا سواء معنويا سواء بالدعوة ديالكم ديال الخير. بفضل ديالكم قدرنا نخدسنو 17 طفل ونوفروا لهم بعض المأكولات مش تكمل الفرحة. كان الحدود صراحة كبير وكثيف في هذا العمل الخيري. الأعضاء ديالنا صهروا باش يكون هذا العمل جد رائع. كنتمنى أن الجمعية ديالنا تكبر وتكبر، مش نقدروا نعطيه بزاف. هذا كان مجرد بداية مشوار ديالنا، وباقي بزاف هذه الجمعية هذه. وهذا الفيديو هذا أول مرة نحطه في القناة ديالي، وباقي بزاف ديال الفيديوهات تحطوا إن شاء الله. كنتمنى أنكم دعمونا بالدعوة ديالكم، دعوة الخير كسار وكسار وصغارت كتحضر في هذا النهار. السلام عليكم، انا اسمي محمد امين، واحد من اعضاء جمعيه البركه جوج. اليوم كان عندنا الحفل ديال الختام، والحمد لله دازت الامور مزيانه وبخير. فرحنا الاطفال ووقفنا مع الناس هنايا، والحمد لله دازت الامور مزيانه وبخير. كلشي كان هنايا، كلشي سعيد وكلشي فرحان، ومرحبا بكم معنا. السلام عليكم، كنشكروا هذه الجمعيه هذه المباركه جوج الختانات الاطفال، كنشكروها والله يجازيها بخير على هذه المبادرة ودايره المجهود معانا. عيد مناسبة عيد المولد النبوي. وهاد الجمعية الله يكثر خيرهم، الله يخلف عليهم، الله يجازيهم بخير. كيدير واحد العمل لهاد الدريوريين مساكن اللي هكا صغار، ختنوهم الله يكثر خيرهم، الله يخلف عليهم، هذا الخير ومضمون فيهم. شكرا بزاف، الله يرحم الوالدين. بسم الله، السلام عليكم. كنشكروا الجمعيات البركة جوج على المبادرة الطيبة بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي الشريف لتختيم الأطفال، وهذه مبادرة طيبة في صالح المجتمع الوطني المغربي. شكرا. السلام عليكم، معكم رئيس الجمعية ديال البركة جوج. كنشكر هاد الأعضاء ديالي اللي وقفوا معايا في هاد الحفل العام الخيري ديال عيد من مولد، وهذا الشيء عاد بدينا فيه، وان شاء الله يكون هذا الشيء مزيان ديما. وكنشكروا هاد الناس اللي وقفوا معنا كاملين، والله يجعلنا العمل ديالنا لله، ويكون ان شاء الله مبادرات بزاف، ماشي هذه الاولى ولا التاليه. وكنشكروا الناس اللي وقفوا معنا، كنشكروا السلطه المحليه، وكنشكروا الشكر الخاص الملحقة إدارية 19، وشكرا لكم كاملين اللي عاوننا في هذا الشيء، هذه الجمعية، واللي ساهم في هذا الفاعل الخيري، كنشكروه بزاف وشكرا. نشوفكم في واحد العمل خيري إن شاء الله، وشكرا بزاف، على مقارب إن شاء الله. السلام عليكم، معكم محمد امين دراء من جمعيه الضحى البركه. بغيت نوجه الشكر هذا لجميع السلطات وجميع الملحقات اللي وقفوا معنا، سواء الشيخ سواء القايد سواء المقدم، والشكر خاص للملحقه رقم 19 انها وقفت معنا وعطتنا صلاحيه باش اننا نعدلوا الحفل هذا. وان شاء الله كنوعدكم باقي غيكونوا مبادرات اخرين وحملات اخرين واعمال خيريه ان شاء الله. بغيتكم تدعموا الجمعيه هذه وتوقفوا معها، سواء معنويا سواء ماديا. اللي بغى يشوف مرحبا به، واللي بغى يجي يتعاون معنا مرحبا به. الحمد لله الجمعيه ديالنا راه كتكبر وكتكبر بكم، وشكرا للدعم ديالكم، وشكرا انكم وقفتوا معنا، وشكرا للناس اللي جاونا هنا وثقوا فينا. وتحيه لكم من المنبر هذا، والسلام عليكم.